بسبب بعدك عن الفن، بسبب البعد، بعد رشوان توفيق عن الفن وبعد عن الدراما، وان انت ليك تاريخ. هو اللي بيحصل ان الكبار ما بيكتب لهمش ادوار. لسه شايف احمد خليل بيقول انا قاعد في البيت. الممثلين الكبار بيكتب ادوار مش جيده. فالواحد الحمد لله طول يعني تمسك قناه دي تلاقي على نار هاديه، تمسك مسلسل تاني جوعه، موسم امبارح جلباب ابي، يعني المسلسلات اللي انا عاملها الورد. طب ما دام ربك ساتر الواحد في المعيشه، ايه اللي يخليه يهين نفسه؟ ها ويقدر ويقلل من قدره؟ ما ملهاش لازمه. يا اما تيجي حاجه تحتها تستثمر هذا الفنان، يا اما بلاش. وبعدين من الاخر كمان بقى ان لابد الدوله تعود الانتاج، لانها ما تفكرش في المكسب والخساره. النجم الكبير ده هو اللي شايل المسلسل، هو ده اللي بيبيع. ما يهمش بقى، المهم اجيب ممثل تاني ارخص، ده ارخص من ده عشان تغطي النجم الاول. فدي مشاكل انتاجيه بقى. احنا الحمد لله ربنا سترنا.